تتحدث عن فارق العمر ما بين الأزواج. تفضلوا. طبعا السن الزواج المناسب والزواج بصورة عامة يعني لازم تكون به عوامل متعددة حتى ينجح، من ضمنها السن. نشوف احنا حالات عديدة اليوم في 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 يعني في حالات الزواج نجاحها وإخفاقها ربما هي ليست قياسية، يعني انا مو راح اقول عمر محدد هو لازم ينجح ولازم مو ينجح، لا، ولكن التقارب طبعا يفضل، يعني دائما نشوف علاقات يكون هناك تفاوت بالثقافة، تفاوت بالنشأة، بالتربية، عندما تكون الأعمار متباعدة، ولكن عندما تكون قريبة بالتأكيد هم نشأوا نشأة واحدة، تربوا في حراك في بيئة ثقافية واحدة على الأقل إن كانوا في نفس القطر أو غيره، ولكن لا بأس أن يكون يعني فارق السنوات ربما برأيي يعني 10 سنوات، من يكون أكثر من 10 سنوات يعني تبدأ هناك فارق العمر، فوارق الثقافة، من يكبر الإنسان تتغير بعض الأمور. التقارب إذن هو أفضل حل عندما يكونون قريبين، ولكن لا بأس إن كان هناك تباعد بشرط أن يحتوي الكبير الصغير، إن كانت المرأة الكبيرة أو الرجل هو الكبير. تفضل إحنا في عاداتنا وتقاليدنا أن يكون الرجل أكبر من المرأة أفضل، ولكن مع هذا يعني لا يضر أن تكون المرأة أكبر، لأنه ما دام الدين ما يخالف الدين ولا يخالف الشريعة فلا بأس به. هذا السؤال مهم جدا بالحياة، وأيضا الشريعة أخذت جانب مهم بهذا العنوان أو هذا النقطة الحيوية. فارق العمر هو يعني المذهب اللي احنا نشتغل عليه دائما، وحتى الأحوال الشخصية تشتغل عليه، هو مذهب أبو حنيفة يقول التكافؤ، يعني يجب أن يكون العمر معقول بين الذكر والأنثى، يعني من حيث يعني عدة عوامل تكون متكافئة، من حيث الثقافة، من حيث العمر، من حيث البلاغة، من حيث جوانب أخرى كثيرة. إحنا اللي يهمنا هو هذا فارق العمر، يعني قد يكون ضمن الماكسيموم أو المعقولة 5+5 6-7 سنين الرجل يكون أكبر من المرأة، أما أن تكون المرأة أكبر فهو هذا راح يولد مشاكل مستقبلية أكيد، لأنه هذا يتأثر بعامل الخلفة، يتأثر بعامل الفارق، يعني الفارق الاجتماعي، فارق الفوارق الأخرى. المهم يعني التوافق يجب أن يكون في كل الجوانب بما في ذلك العمر، وأن يكون ضمن الماكسيموم المحدد، لا يكون عوامل أخرى تتدخل كأن يكون المادة أو يكون الحالة الاجتماعية أو إلى جوانب أخرى أو عامل القربة. ختاما أقول يجب أن نعمل بعمل الله سبحانه وتعالى بتوجيهات الرحمن الرحيم، أنه يجب أن نحافظ على الفارق أو المعدل أن لا يزيد عن الماكسيموم عن 5-6 سنوات بين